أعزائي المشاهدين، مساء الخير، أرحب بكم في عين الحدث. رحل الحسين عنا، ولكن ذكراه باقية وقوية في كل قلب إنسان أردني ومواطن أردني. نعيش هذه الذكرى في كل لحظة، نستذكر الحسين البطل، الملك، الإنسان، القائد، الأخ، الأب الحنون الذي كان يعطف على كل مواطن أردني ويشعر أنه الأردن هي عائلته. هذا الإنسان الراحل، هذا الملك القدير الكبير اللي قدم تاريخ وطن، اللي صنع أمجاد أمة وحقق نتائج لم يشهدها أي وطن في العالم كما شهدها الأردن، لا يمكن إلا أن نستذكر هذا البطل الإنسان، لا يمكن إلا أن نعيش هذه الحالة. أنا لم أحظى بأن أصافح هذا الرجل الإنسان الملك العظيم. كان والدي يقول دائما أن الأردن هو الحسين والحسين هو الأردن، رحمهم الله ورحم جلالة سيدنا، يعني ودائما يعني يسكن مع الأبرار والصديقين هذا الرجل العظيم الذي نستذكره اليوم. لكن عندما نتذكر جلالة الحسين نتذكر هذه البطولات العظيمة، نتذكر هذا الإنسان الذي صنع بصراحة صنع هوية الأردن، صنع هوية الإنسان الأردني. كنا نسافر ونخرج خارج الأردن وكنا نتحدث عن الأردن، كانوا يقولوا لنا نعم الأردن الحسين، أنتم يعني جلالة الحسين من أجمل ما يمكن. للحديث حول هذا الموضوع، للحديث عن حول جلالة سيدنا الله يرحمه، نستضيف الحاج حمدي الطباع. أهلا وسهلا فيك. أهلا، شرفنا الليلة، أنت رفيق الحسين. نعم والله، وأنا أتحدث عن هذا الإنسان والله إني أشعر بأنه كل جسمي يرتعش، صدقني. لأنه بغض النظر أشعر وكأنه حاضر بيننا اليوم. وأيضا استضيف الباشا حمدان السرحان. أهلا وسهلا فيك باشا. أهلا وسهلا فيك أكثر إن شاء الله. وأنت يعني عشت هذه الحقبة مع سيدنا الله يرحمه، وهذا الرجل العظيم الذي يستحق منا كل يعني مش بس ساعة من الوقت على قناة الأردن اليوم، ولكن ساعات يستحق منا أن نذكره دائما بالخير ونذكر كل لحظة قدم فيها للأردن. ولكن قبل أن نبدأ هذا الحوار أعزائي المشاهدين، أذكركم بأنكم بإمكانكم المساهمة معنا في هذا الحوار لنتذكر جميعا هذا البطل العظيم الأردني الهاشمي اللي ساهم في بناء وطن وأمة عربية. بإمكانكم أن تشاركوا معنا من خلال الفيسبوك يعني بأفكاركم ورأيكم حول هذا الموضوع. ولكن أيضا دعونا نشاهد الآن الفوكسبوب اللي بيقول وبيسأل المواطنين: ماذا تعني لك ذكرى وفاة الراحل الحسين؟ لنستمع ونشاهد سويا. ماذا تعني لك ذكرى وفاة الملك الحسين رحمه الله؟ يرحمه الله، يرحمه ويغفر له. والله الملك حسين عزيز على الكل، يعني عليه رحمة الله، الله يرحمه. الله يرحمه، يعني ذكرى هذه كبيرة عظيمة جدا. الله يرحمه رحمة الله، يعني الذكرى بتذكرنا إن دائما نترحم عليه. يعني ليش غير الحزن؟ فقدنا احنا اعظم انسان مر على هاي المملكه الاردنيه الهاشميه. الله يتغمد ان شاء الله يا رب رحمته. الله يرحمه ويحسن اليه. رجل بمعنى الكلمه، نعز الرجال. صح. اي نعم. وانا من الضفه الغربيه. لكن انت من الضفه، لكن بعز على قلوب الفلسطينيين. طبعا بعز قبل الاردنيين طبعا. وابو جميع، والله ابو جميع. ذكرى مؤلمة على الشعب الأردني والأمة العربية والإسلامية، كانت هي مثابة الصدمة على الأمة العربية والإسلامية. أنا مواطن عراقي ولي 4 سنين بالبلد هاي، والحمد لله ما شفت هون غير الخير، يعني شعب كأنه شعب واحد، ما حسيت بغربة. وفاة الملك طبعا إنه إشي محزن لجميع الدول العربية ولجميع الناس، يعني مو بس لنا، يعني لجميع الشرق الأوسط بالكامل حزن عليه. والله يعني إشي مأساة كانت، وحزننا عليه يعني لما إحنا كنا بالعراق. والله كان بمثابة الأب الحاني والرجل الطيب، وكانت في عهده كان دائما المملكة بعد ازدهار، وكان عهده دائما ميمون.
احنا فقدنا رجل صاحب شهامة وكرامة، وكان في دائما في صف الشعب. انا بحكي معك، انا انسان فلسطيني، كنا نعتز بان يكون ملكنا الله يرحمه صاحب الجلالة الملك الحسين المعظم، وذكراه في قلبنا تبقى الى الابد، لانه كان نصيرا لنا ولقضايانا وقضايا الشعب الفلسطيني. واننا ايضا نذكر جلالة الملك الحسين بانه ترك لنا خير خلف لخير سلف، فاتى الملك عبد الله الثاني ليكمل الرسالة التي بدأها جلالته في ماضيه، وكان يتمنى أن يحققها، ونأمل أن يحققها جلالة الملك عبد الله الثاني. إذن نعود إليكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الخاصة عن في ذكرى رحيل الملك العظيم الحسين بن طلال، نستذكره اليوم من خلال حوار حول أهم إنجازاته وما قدموا للوطن وما قدموا لمساهمة في بناء هذا الوطن الحبيب. نبدأ من رفيق الحسين الحاج حمد الطباع. بدنا نسمع منك هيك بعض من مراحل أهم المفاصل في حياة الحسين الراحل. شكرا دكتور رائد، شكرا للأردن اليوم بهاي المناسبة اللي على كل أردني أعتقد هي عزيزة جدا، هي الوفاء والبيعة. نعم. فبالنسبة لي أنا يعني تقول لي رفيق الحسين، هذا وسام ليس على صدري، على قلبي يبقى. أنا عندي رصيد من مخزون كبير من محبته في قلبي ل 57 عام. أنا عشت مع جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه 57 عام، من 42 ل 99 دون انقطاع، منذ الطفولة كما يقولون. رافقته بهذه الفترة كلها؟ نعم، بالمراحل الدراسية مرناش نمر فيها الآن سريعا، ثم لما كان استلم السلطات الدستورية حتى بلغ 18 هجرية، ولم أنقطع عنه، لا أقول يعني أقل شيء في الشهر مرة. اللي تكلم عليه هذا الشخص هو الإنسان الملك. نعم. هو إنسان قبل أن يكون ملك، وبقي على هذا الحال مع كل المواطنين. نعم فعلا، مع كل زعماء. يعني تسأل أي زعيم عربي أو غريب كيف تتعامل مع الحسين، يقول لك هذا إنسان يعني لك يا خارق التواضع، خارق المحبة، مخلص وشجاع، شجاع في قراراته، شجاع في السلم، وشجاع في الحرب. وهذه نادرا ما تجدها في، يعني ما فائدة القائد إن لم يكن إنسانا أصلا يعني بالبداية، يعني طبعا قبل كل شيء، وليس سهلا يعني. أحيانا السلطان تعرف يعني مغري، لكن الحكم ما أغرى الحسين. نعم. بقي قريب من شعبه، من وطنه، من أمته العربية وأمته الإسلامية، ومراحل يعني صعبة جدا وقريبة. احنا بنعرف أن الأردن، أسألك سؤال، شو بتعتقد سر هذه الإنسانية اللي كانت عند الراحل؟ سيدي العظيم، أنا يعني حتى ما أكون أناني، أنا عشت معه، ومش أني عملت معه، عشت معه في بيته، فأنا أعرف تفاصيل في بيت الأمير طلال. الملكة زين الشرف رحمة الله عليها، رحمة الله عليها، والملك طلال طبعا، كان تربيتهم مختلفة كما شفتها. أنا كنت يعاملوني كواحد منهم، ويعامل الحسين طبعا طول عمر الأمير محمد في ذاك الحين، الأمير حسن، الأمير بسمة، بحياة طبيعية جدا، ما فيش أي بروتوكول. لكن منذ البداية لم يقبل الملك عبد الله المؤسس أو الملك طلال عندما دخل كافة المدارس إلا أن ينادى بالحسين دون أي لقب، ما فيش أمير، بدون لقب ابدا. اول شرط عليهم يعني كان الملك المؤسس او الامير طلال، لا تعرف الملك المؤسس يعني كان دائما فعلا كانوا المدرسين والمدرسات، ولا او كان ما بعرف يعني كان مدرسات بس نعم المدرسات كنا نعم بالبدايه كنا كان عندنا
كنا مدرسات وأنا صدفة يعني يوم أجي على المدرسة أنا طبعا ما بعرفه. المهم هو مجلس كان أول لقاء لكم أول لقاء 42 والله داخل غرفة الصف داخل الصف دخل مع أمير طلال طبعا ذيك الحين مع إحنا أطفال يعني. فسبحان الله الرحلة يعني شو الرحلات يعني كنا متواضع ولا هم جنبي يعني هيك بدون عرق لا حاضر ولا دستور. وبعد ما خلصت والله كيف كان ردة فعلك يعني أنت هل تذكر هل تذكر هذه يعني اللحظة؟ أنا بعرف إنه والدي علاقته مع الملك المؤسس هذه يوميا في خلفية يعني في خلفية أخي الحاج توفي مع الملك طلال. بس أنا الحسين يعني أنا طفل يعني بدي ألعب الحارة بدي ألعب مع فواز أبو جابر ولا بشار يعني ولا خايب أبو جابر. فبيجلس جنبي يعني أمير بس أنا طفل كمان. ف وقالوا انه هي يعني ما في عندك حسابات واجندات ولا بعد ساعتين وخلصنا خلصنا المدرسه حسب التفكير يعني قال لي امشي معي لا في عنده مرافق ولا ما حد. احنا المدرسه لبيته ابو 100 متر كانت يعني رحت معه هيك فتنا ومن يوميتها ندرس مع بعض نغدى مع بعض نطلع على المدرسة وأصبحتم أصدقاء ونطلع على الدراجة الهوائية زي ما قلنا شارك بعضنا فيها روحة رجعة يوم رحنا على الكلية وعلى المطران. وإنسان عم تعامل مع إنسان أنت ولا في أي شو اسمه هذه الشخصية اللي خلقته أعتقد أنه قربه من الناس. يعني كم كان عمركم بهذاك الوقت تقريبا؟ يعني أنا أتصور 6 سنوات. 6 سنوات نعم. جميل. يعني 6 سنوات لسه بداية ال طفول طفول يعني طفل أطفال براءة يعني ما فيها يعني طفولة الأولى يعني طفولة الأولى براءة يعني. فا وخيط طبعا معه في مراحل اللي استلم السلطات الدستورية طبعا طلعت هنيته. وأذكر قلت له يعني شفته أنا واقف مع يعني رجال الدولة الكبار اللي كانوا مع المؤسس ومع الملك طلال واقفين. أنا هيا شفكت عليه إنه طيب انت شاب يعني اول شيء ما قدرت تكمل تعليمك وسلمت حكم بعد استشهاد جدك على بوابه الاقصى ومرض والدك. فما كان السهوله نفسيا هو كمان كان يعني متاثر. لكن اللي خدمه حبه لوطنه الملك عبد الله المؤسس مرتين بحكيها الحقيقه كان يعني رؤيا أن الحسين سيكون هو من يحكم الأردن 47 عام وكأنه في رؤية كان عنده. ف 47 عام اللي مروا على الملك حسين مروا عليه زي ما بقول بمراحل مزعجة جدا. الأردن بلاد موارده قليلة كنا نعتمد على المعاهدة البريطانية 100,000 جنيه لما ألغاها وطبعا واستغنى عن كلوب باشا وما كانت سهلة عليه والباشا عارف يعني الموضوع في ذاك الحين. مع كل هذا هو كان عنده قرار داخل نفسه أنه الأردن الجيش العربي هو الجيش العربي الجيش الأردني هو الجيش العربي. إذا كانت هذه مرحلة مفصلية باشا في تعريب الجيش العربي أكيد طبعا مفصلية للأردنيين وللعرب كلهم. أنت كنت يعني أين كنت بهذه الفترة؟ إحنا كنا كنتوا لسه شباب ما كنا موجودين جنود كنتوا لسه ما مش موجودين مش موجودين يعني طول العمر الله يرحمه نستذكر هذا اليوم اللي هو يوم نسميه يوم الوفاء لجلالة الملك المغفور له طيب الله ثراه ويوم البيعة والولاء لجلالة الملك عبد الله الثاني بالتأكيد يوم البيعة والولاء الثنتين يعني الثنتين في مفصليات في عمر الأردن. المغفور له هو عاش في الأردن طول تلك السنين. هو كان له أخ من أجياله أمثال الحج حمد الطباع فهو أخوان له من أجياله وأب لأجيالنا وجد لأبنائنا. نعم صحيح. فهو عاش كل إحنا عشنا كل هالمراحل. أخ لأجياله اللي معه أمثال الحج زي ما حكيت لك الحاج حمد الطباع وفلان 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 هو أخ وصديق لهم لأنهم نفس العمر وأب لأجيالنا إحنا اللي أعمار بالستينات الآن وما أكثر شوي أو أقل وجد لأبنائنا. فهذه الحقبة الزمنية يعني أولادنا يمكن ما شافوه ولا عرفوه لكن عرفونا إحنا ونقول والله جدكم الملك حسين
طيب الله وثراه. الحاج طباع يقول أخي الملك حسين لأنه عاش في نفس الفترة، فهو عاش أخ وأب وجد في هذه الفترة المفصلية اللي يعني كلها تعب وكد وجد حتى يبني الأردن لما وصلنا إليه الآن. ويجب أن نعطي المغفور له حقه في بناء الأردن، هو الحسين الباني الذي عمل ليلا نهارا وجاب الأقطار من أقصى الشمال لأقصى الجنوب وكل الدول، أسس وبنى وطن حقيقي. إحنا يعني شرق الأردن المملكة الأردنية الهاشمية كانت دولة فتية بسيطة، فهو كان كل إشي يشوفه في الخارج من مدارس من جامعات من مدر رياضية، كل اللي بنشوفه الآن هو من فكر الحسين العظيم الذي جاب العالم حتى يأتي للأردنيين بالحضارة. فهو يعني الحضارة نقلت نقل للأردن، المدينة الحسين للشباب كانت في أرض بعيدة، كان هم بعيدة شغله الشاغل، شغله الشاغل كيف الوطن، كيف يسعد الأردنيين. نعم قاطعك، مدينة الحسين للشباب لازم تعرف القصة شيء. كيف بنت هي؟ يعني احكي لنا، جميل نسمع قصته. تزوج الأميرة منى وجاء هدايا، جاء هدايا نقوط معقول نقوط نقوط تمام. ما قال هذا انه كل هدايا ونقوطي هي بدايه لبناء المدينه. يا الله يا اخي شباب، يا يعني الله مش معقول، لانه هو جد يعني انا بحكي لك يعني يعني انا من شده يعني الاستغراب ليش احنا نتجاوزها بدون مبالغات يعني. نعم بدون مبالغات، لانه هو قلت لك يعني عاش يعني طفولته الحج يعني انا اسف يعني يعني هي يعني يعني من الكلام عاش طفولته هو ما فيش لا مدرسه يعني ما فيش حتى المدرسه اللي كنا فيها ما كانش فيها ملاعب مثل ما كان فهو بده يسعد الشعب الاردني هو الشباب هو شاف برا شاف برا الاردني انه شاف مدن رياضيه شاف جامعات شاف اسواق شاف بنايات شاف فيحب اراد ان ينقل هذا ينقل نقلها ونقل نقل يعني نقل الاردن نقله نوعيه في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية، نقلها نقلة نوعية طول هذه السنين، وإحنا عايشين الآن نستذكر المغفور له ومن آثار التي حصلت بعده. نعم إحنا نشوف آثاره شو عمل المدينة وبنى شخصية مهمة جدا، هي شخصية وملامح المواطن الأردني. نعم بالضبط. يعني طيب الجامعة الأردنية مثلا أعطي المثال، لما كان بدي جامعة أردنية احنا كل طلابنا وكلنا يا على بغداد يا على القاهره يا على دمشق، واللي صح حظه كويس بيقدر يطلع على لندن ينفذ لسا امريكا ما كانت موجوده صح يوم بس سؤال قبل ما تنهي هذه انقوط، يعني فعلا امسك النقوطات هاي اين ذهب بها؟ تبرع بها للدوله؟ الهدايا اللي كانت تجي عليه اعطاها للرجال الحزين للماليه ما دام شريت الارض. انا هي حصتي بال في بناء حتى الكل، ولذلك ألف لجنة من تجار عمان تسميهم. يعني الآن نقول إنه المدينة الرياضية هي فعلا نقوطات سيدنا رحمة الله عليه. الجزء الأول يعني هو هاي ما حدا بيعرفها الجديد يعني تشجع يعني يوم ما أنت تشوف ملكك بتبرع بنقوطه، معقول أنت ما تبرع يا أردني؟ فهو عمل لجنة قدوة عمل لجنة قدوة قدوة للخير قدوة عمل لجنة وجمع التبرعات للمدينة وكلفتها كانت يعني أقل ما كنا نتوقع. الجامعة الأردنية ولازم هذه شو اسمه الجامعة الأردنية كانت اسمها المستنبت، والله مستنبت وكان الملك المؤسس يلعب فيها شطرنج مع نصوح الطاهر عزيز عليه، كان بعد الظهر كان المؤسس الملك مؤسس الشطرنج كان عنده يعني أساسي بده طبعا ذكاء لان هو ذكاء وحنكه ويعني وين كانوا يلعبوا يعني في كان يعني ودار صغيره للمستنبت بتعرف يعني مشل يعني يا دوب غرفتين يعني يقعد فيهم كان يعني كان بهذا التواضع كان بهذا الانسان طبعا الملك عبد الله ما هو يدل حاله على البلد فيوم الايام ماليه الاردن تعبت بالأربعينات على ما أذكر، فالملك عبد الله المؤسس طلب من بعض التجار إنه إحنا بدنا نبيع كل المستنبت،
2000 دونم احنا ولا 1200 دونم اظن الجامعه الجامعه الاردنيه 1200 دونم حسب قالوا له يعني. الوزاره الماليه ذاك الحين قرروا يعني تقديرها 18 دينار 18000 دينار كان جنيه فلسطيني لسه تمام ف ان التجار او من عرض عليه قال له انا وين بدي اروح اشتري ارض عند الواويات لما يودالي قرر يعمل جامعة الأردنية كان في عنده قرار واضح أنه لابد أن في عندي أساتذة صار في عندي أردنيين بيقوموا عليها وبستعين من سوريا ومن بغداد ومن القاهرة استعان في البداية وكان أول سنة 120 طالب يا طول العمر في الجامعة الأردنية في عام تقريبا 62 هذا تحدي وتكون في القائل عنده رؤية وعنده إيمان في دينه في ربه طبعًا في بلده طبعًا بيقدر يعمل عجائب يتفضل فيه عمل عجائب وفي شعبه في اللي تفضل فيه الحج حمدي بيعطيك مؤشر اذا كان الملك يلعب الشطرنج الملك المؤسس في مستنبت ونقلت النقله النوعيه في نوادي للشطرنج ونوادي رياضيه وملاعب هذا يدل على انه في جهد كبير بذل طبعًا بذل من هالاشخاص اللي ضحوا بكل شيء حتى يطلع الأردن في هذا المستوى الآن في العصر الحديث يعني أنت في كل المجالات يعني أنا أستذكر وسمعت قصة الكهرباء كيف إجت العمال الكهرباء يعني بدير وكيف جابوهم وكيف سووا الماتورات وكيف على السيل طيب نسمع يعني حاج كنت أنت حاضر بموضوع الكهرباء لا الكهرباء أنا ابن عمان ولا ابن عمان يعني ليش أنا كان في لوكسات وبعدين الكهرباء بالنسبه لي انا كنت ساكن احنا بجبل شارع خرفان والدي كانت لنا ساعات معينه اللي اول شيء الكهرباء كان شخص اسمه الصابر عنده مطحنه قمح كانوا يستاجروا منه بعض التجار اللي بلشوا الكهرباء بتوقف المطحنه العصريات في الليل ياخذوا منه ساعتين يشغلوا الماتورات وكيف كان يضوا الشارع الله يرحمه الحاج محمد علي بدير وزملائه واخوانه اسسوا شركه الكهرباء الحاليه اللي احنا بنشوف هاي بدايه يعني بدايتنا كل هالكهرباء اللي بالاردن هاي بدايتها هيك كانت يعني طيب يعني نعود الى مفاصل اساسيه في حياه الراحل تحدثنا عن الجامعه الاردنيه تحدثنا عن بناء المدينه الرياضيه واللي ما زالت الان عندك المدينه حسين الطبيه ما تنساها تحدث عن مدينه حسين الطبيه شوفي المجالات تعليميه بدك تحكي في المجال التعليمي كانت عندنا الجامعة الأردنية صار عندنا آلاف الجامعات الخاصة أو مئات الخاصة والحكومية الآن عندنا حوالي فوق 30 جامعة خاصة 30 جامعة خاصة وغير الحكوميات المنتشرات في الشمال والوسط والجنوب الموضوع الثاني اللي هي النواحي الصحية المستشفيات كان عندنا كم هائل من الأطباء الآن هذا ما أجوا من فراغ هذا سبب التعليم من بناء المدارس بعدين تدرج تدريجيا لكليات المجتمع وبعدين طلع للجامعات حتى اصبح يعني كل مدينه فيها جامعات خاصه وفيها جامعات حكوميه صحيح. وفيها معاهد صحيح. وفيها مراكز تدريبيه هذا ما اجى من فراغ ومش من يعني المواطن الاردني لا يستطيع ان يسافر طلع طياره ما كان في بيعرفوا الطيارات ولا بيعرفوا اللي نقلوا العائله المحترمه اللي تحكم الاردن الان الملك المؤسس وجلالة الملك طلال وجلالة الملك حسين وسيدنا الله يطول عمره عبد الله الثاني كلهم ينقلوا حضارة العالم لهذا البلد ويقومون على رفعة المواطن الأردني بحيث أن جواز السفر الأردني محترم في كل العالم بالتأكيد طيب هلأ ممتاز يعني تأكيد على كلام الباشا نعود إلى فكرة أنه بناء هاي المراحل البناء اللي سبقت حضورنا اليوم وأين وصلنا إليه اليوم مدينة الحسين الطبية هل هناك قصة خلف هاي المدينة يقول لك يعني رجع للحسين عنده تعليم عنده صحة الرياضة أو للشباب عنده الرعاية الصحية وكانت وزارة الشباب وما كانش وزارة الشباب مؤسسة رعاية الشباب وأعتقد أول رئيس كان إلها الأمير رعد وجارك كان في هناك اهتمام والأمير العام شريف فواز شرف جميل تمام وكان الاشتراك أظن 30 دينار ونشروا المراكز الشبابية في كل مكان
كل مدينة الحسين الطبية كانت مساهمات مخيفة. مدينة الحسين الطبية طبعا القوات المسلحة في عندنا كان كادر طبي جيد من البداية يعني دائرة الملك. طب من أين أتت هذه الفكرة يعني؟ هو دائما قلت لك يكون القائد عنده رؤية بيقدر اللي خلينا نقول الصف اللي خلفه بيقدر ينفذ. كان كمان يعني ندركه بالخير هلا طول عمره الدكتور عبد السلام المجالي كان هو أول كان ماركة انت متذكر ما بتعرف ماركة؟ لا كيف خدمات طبية بتعرف ماركة؟ ما طبعا المستشفى الرئيسي المستشفى الرئيسي هذا كان براكيان يعني. بالضبط كان الدكاترة يعملوا عملية ينزل المطار الدق دق وقفوا المطار كان دخل عليهم وعمل هو اللوزيات يعني لا هو عمل لوزياته بمستشفى ملحس موضوع ثاني. كان أظن شريف ناصر الله يرحمه اللي عمل له الدكتور عبد السلام في ماركة. فالملك يعني يقول لك طب وبعدين يعني على رايك المستشفى الرئيسي على راسي وعيني بس هذا بس مش المستويات بدي انا. فكمان من التبرعات من الحرس اجى تبرعات وما ننسى انه اخر شيء مركز فرح تبرع من سلطان قابوس اجى من الامبراطوره فرح ديما اجى تبرعات. شخصيته هي لحالها بقول بتخلي كل واحد يتبرع بحب تجلب الخير بحب وإرادة يعني ما جلب الخير يعني بيجوا الفلوس لأنه هو الحسين عارفين إنه الفلوس جاي لمشروع معين 100%. فالمدينة الطبية اليوم إحنا يعني مش نفتخر فيها هذه فخر لكل أردني وعربي. هي مدينة إقليمية للإقليم كله. يعني يظهر لي أنه كان الحسين الراحل كان يعيش معنا بلحظات بكل لحظة بكل يومياتنا. أنا كنت معدلة يعني كل شهر مثلا أقل شيء أطلع عليه على الديوان حمدي شوفي طبعا هو عنده صادر. ليش ما صرت وزير؟ ما صرت وزير يعني انت ابيت على لا نفسك. انا تبع الوزاره جيت وزير بس بقول لك اخر شيء هذا ليش بس بهذاك الوقت ليش ما صرت وزير؟ ما كنت وزير انا كنت اسمه ليش ما صرت؟ ليش ابيت على نفسك هذا الموقع؟ يمكن هلا بحكي لك دكتور يعني ماذا انت ارتأيت ان انا يوم صرت وزير بالنسبه لي كانت كعلاقه مع الحسين كانت اصعب علاقه اصعب وقت لانه خلص انا عاد في اتعدى لانه بتعرف ما دام وزير انت كان في صرت وزير انت ما فيك تروح تقابل جلاله الملك فرضنا صارت علاقه الا من خلال رسميه وزير وزراء. فالنهار تعديت يعني بقول لك طلبت رحت له قلت له انا ما بقدر اضل هيك. فانا يعني طبعا شرف لي انه عيني صدر اراده اني وزير صناعه وتجاره وتموين لفتره وهذه طبعا. هل شعرت بانه هناك كان في تغيير في هذه الحاله بينك وبينه؟ بصراحة لا هو بتغير لا ما أنا بدي أضرب بريك. يعني هلا طبعا حج بضرب بريك بالواقع الرسمية مثلا بدنا نوقف مستقبل رئيس جمهورية ملك طبعا توقف أنت خلص هلا أنت وزير يعني بدك تبعد عن أنك أنت رفيق الحسين في الليل أو شيء تاني هذا بحكي لك بعدين في الليل. فهذه كان صعب علي متسع من الوقت فأنا كل يوم أطلع عليه يقول لي شو في حمدي فيه. في قصة الآن ما دام نحكي ولا وش اسمه كان في موضوع النقل البري كان أسطول النقل البري الأردني كويس وكان في زي ما قلت اتحاد أصحاب الجراجات اللي عندهم زي ما قول أسطول كبير كانوا هن متحكمين في الدور في العقبة. أنا أول شغل اشتغل في النقل فالتفوا حوالي أصحاب الشاحنات الفردية يا لي حمدي إحنا مظلومين مش عارف شو طيب بسيطة طلعت عليه يعني واحد بقول لك طلعت عليه قال خير شوفي اليوم قلت له في جماعة محتكرين النقل. قال شو المطلوب؟ قلت له بدي أعمل شركة لكل واحد بيملك شاحنة بدي أعمل له شركة تمام. قال طيب اطلع على الرئاسة. رحت عند شكري المهتدي كان المستشار القانوني الرئاسة فت عن شكري بيه قلت له أنا بدي أعمل شركة أنا بسميها الفردية. قال لي لا حمدي هي الفردية شيوعية. فالمهم غيرت الاسم وسجلتها. هلا هو ليش رأسا ما بيقدر يشعر إنه إذا في مواطن لا سمح الله مظلوم أو ما أخذ حقه ما ممكن يترك الموضوع.
ما ترك يعني خلال ساعات كنت انا مخلص الشركه ومسجلتها وبقيت حتى حافظت على هذا. بتامل هلا الان في عندنا مشكله سنتابع بنقل سنتابع هذا الموضوع ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. نعود إليكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى رحيل الحسين رحمه الله. نتحدث عن أهم يعني مراحل هيك يعني نتوقف عند نقاط هامة في حياة الحسين الراحل اللي ما زال حاضرا في قلوب كل مواطن أردني. كنا نتحدث عن قصص مع الحاج حمدي وطبعا والباشا حمدان. نستذكر معكم أعزائي المشاهدين هذه اللحظات الهامة جدا في تاريخ الأردن. كنا نتحدث عن مدينة الحسين، تحدثنا عن المدينة الرياضية الطبية وأيضا الجامعة الأردنية والكهرباء الأردنية والإسمنت إذا بدك. هو افتتح مصنع الإسمنت ايضا، هو كان مساهم شركة مصنع الاسمنت الاردنية، كان له مساهمة في بناء 52 بناء. نعم. عام 52 هو عندي على الصور موجودة، كان اول انتاج 300 طن اعتقد، هو مع شركة طبعا شركة اردنية مع شركاء المان، واجى على الصورة عندي موجودة لذلك اجى افتتح في الفحيص المصنع بوجود على ما اذكر يمكن الملك فيصل الله يرحمه الثاني كان موجود. أقول حال كان كل كل الجهات الرسمية ومجلس إدارة، أول مجلس إدارة. هو ما كان يعني عنده استعداد إلا على كل أي نشاط يتابعه، مصفات البترول نفس الشيء، الفوسفات، وهو متابع يعني غير إنه زياراته شركة البوتاس العربية بوتاس يعني شو بدنا نحكي. الفكرة إنه هو كان قريب من الإنسان، وذلك يعني يطلع على التلفزيون الأردني، احنا كلنا احنا قاعدين في القناة يطلع على التلفزيون الأردني، كان يعني هذا أحد يعني هواياته، يقعد مع الله يرحمه محمد كمال والمرحوم وصف التل وطول عمر صلاح أبو زيد ويرحم مروان دودين، هلا ذكرتهم بسرعة. يقعد معهم ما في شيء يعني، على وطبعا أبو سطام حبس باشا، يعني هذه السهرة بالليل بالتلفزيون يكون عم يبحث أمور البلد، مش قاعد يعني شو اسمه. هو ما كان عن جلالة الملك الله يطول عمره الله يرحمه الآن رحمة الله طول عمر سيدنا الملك عبد الله الثاني، كان أول شيء مستمع ممتاز ولا يقاطعك مهما كنت، ويشعرك أنك أنت اللي بتحكيه صح 100%، ويسمع من الباشا ويعطيك الجواب الصح، بيسمع لهذا ولا تسمع منه الجواب الآن إلا يرجع يسمع من الدوائر المعنية خلينا نقول. نعم. تمام، وبعدين بيطلع القرار، لكن هو متواضع بودعك على الباب في الديوان، يعني انت ما تقول بفوت ما عند بتفوت عند الملك وصلك على الباب، والله يا سيدي انا بقول لك اني وصلك على الباب غير انه كنا ندخن مثلا كلمة سيدي على راس لسانه دائما يعني بحكيها. بقول له لا اخ سيدي، مش انا بقول له سيدي، هو بحكي لك هو بحكي يعني. كان سيدنا مدخن يعني مدخن. نعم كان مدخن شرس. واحنا كنت مدخن كنت مدخن يعني. نعم. كنت تدخنوا يعني موضوع السيجاره يعني. شاهدت لك صوره مع سيدنا جالسين على الرصيف، هذه بال هذه كان بالنادي السيارات. نعم. كان جايبين سيارات كوكارت جديده وكان هو راجع من الحج. كان أيام الحج، فطلع بده أول شيء يعني يسلم على كل زملائه تبع نادي سيارات الفريق، وبعدين قعدنا يعني شفتنا قعدنا على الرصيف، قعدت شفت كيف قاعد زي التانيين، لابس أوفرهول زينا زيه، لا في لا سمح الله حدا مزعجه بحرس وراه ولا شيء، ولا بحب حدا يطلع لحاله، بيحكي مع فلان يا فلان شو أخبارك، بيسألك على كل تفصيلة في حياة بيتك. وبشعرك انه هو بيعرف كل شيء عنك وانت تساعده تطمئن. طيب هذا الزلمه وين بحكيها؟ بيسالني. مره كنا معاه في زياره، ويمكن اخر زياره الله يرحمه، في بلد اوروبي صار في اضراب. فاخر طياره نزلت طياره جات الملك كنا حقبله.
ثاني يوم الصبح اجى بقول لي حمدي هلا في اضراب البرج هذا والكل اذا ظل الاضراب موجود انت وربعك رجال احمال يعني تطلعوا معي على نقول الرحله الثانيه اللي بيروح على زياره كان اظن بروح على تونس. قلت له وين نروح؟ قال لي لا وقف عليهم كان شوي تعبان. بقول لي لا ناديهم بدي اسلم عليهم. رائد كيفك؟ شو اخبارك؟ وشو شغلك؟ بحكيك كانه عارف شغلك وشو اشتغلت امبارح. والله العظيم بدون مبالغه. بعدين راح الحمد لله الاضراب. فانت وقت معقول هذا ما تحبه ما تحترمه جدا. ما تقدره ما يعني شو كان يكسر كل الحواجز ما في عنده موضوع البروتوكول بكره وكراهه هذه. والله مره رحت عليه راجع من البرلمان. نعم تعرف البرلمان بيلبس هذا اللبس العسكري شبه عسكري وتدين هو عسكري كله هو عسكري الله يرحمه بقول لي حمدي مشان يعني لباس العرش وكان يعني ساعدني خجل قد مو ثقيل عليه بقول لي ساعدني بس قال لي حلي عني هذا ما بقدر ما انا بحب ارجع على القميص والبنطلون يعني هذا الانسان اللي بنى الاردن كمان ذكر الباشا بنى الاردن طب من اي بنى من لا شيء جهد ما لا شيء سمعه طيبه مصداقيه نعم شباب اردني واعي قوات مسلحه بناها هو يعني جعل من أمنياً. كل اردني من طب كل باشا أردني كيف محترم. كيف كيف يعني كيف تجاوبك مع هذا الكلام الان كيف تربط هذا الكلام أنا بربط واقعنا اليوم بربط واقع اليوم بالفتره اللي انت كنت فيها باشا عندما نستذكر الحسين نستذكر وطن في كافه مجالاته الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والصحيه والطبيه والرياضيه حدث ولا حرج انت تجد الحسين في كل مرفق من مرافق المملكه الاردنيه الهاشميه له بصمات ونجده ايضا في 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 شخصية جلالة سيدنا الله يطول عمره الله يطول عمره هو يعني احنا الحسين مات الله يرحمه وعوضنا رب العالمين بقيادة كمان مثيلة او اكثر يعني شوي اذا المواطن الاردني يتاثر في هذا الملك الراحل بالتاكيد ابنه راح يتاثر فيه يعني اكيد طبعا يعني ورث الله حبانا فيه كاردنيين انه هذا الشبل من ذاك الاسد يعني تصرفات سيدنا الله يطول عمره كلها نابعة من تربية صادقة وتربية حسنة وأخذ كل معطيات القيادة العسكرية والتعامل مع الناس من سيدنا الله يرحمه فهو يعني ابن الحسين نعم. والأردنيين نحن نشكر رب العالمين أنه إحنا عندنا هالعائلة اللي تحكم لأنه حكمتنا صح وأعطتنا صح وطورت الأردنيين من أقصى الشمال حتى البوادي والأرياف والمخيمات يشعر كل أردني أنه هذا أخوه أو أبوه هذا الملك وليس يعني للمشاهد العربي المشاهد بأمريكا المشاهد بشاهدنا من دول أوروبا يعني ليعلموا تماما أنه لم يشنق يعني سجين سياسي مستحيل في تاريخ الأردن هذه قبل سنة ونصف سنتين كنت برومانيا عوافد رجال الأعمال الأردنيين فبدي ألقي كلمة طبعا وفي مسؤولين الكلمة اللي قدامي مكتوبة تحت على جنب قلت لهم أنا جايكم من أصغر بلد يمكن تلاقوه بس إحنا أكبر بلد قال كيف؟ قلت أول شيء جايكم أنا من بلد نظامه ما الآن بده يحتفل بمئة سنة على نفس النظام بينما الدول العربية الأخرى الله يحميهم تغيرت واهم شيء انتم كاقتصاديين ليش بدي اطلب منكم تستمروا بالاردن؟ احنا ما صارش عندنا اي تاميم لاي مال تمام. ولا مصادره، انتم دول الاتحاد السوفيتي اممتوا حالكم تاميم، دول العربيه بعض منها راحت على الاشتراكيه ونحن ما صارش عندنا اي اعدام سياسي. كل ما اختلف معه سياسيا كان بعد فتره يتعين في مركز ثاني. حتى القوميين في الخمسينات انتم ما كنتوش موجودين. احنا كان في هبة القوميين واليسار والاخوان واحزاب كلها استطاع هو دائما كان على علاقه شخصيه معهم واستطاع انه يتالف معهم لكن حركه ضباط الاحرار كمان لكن الحكم حكم يعني هو موضوع الاردن والحكم هذا خط احمر
في يعني ترك كل الشباب يعني أبدا يعني يقدموا رأيهم بعمل سياسي بطموح وما يعني لا سمح الله ما أعدم شخص لرأيه سياسي تمام ولا عمره صار وبالعكس هو كرم أكثر كان يعني لم تراق قطرة دم واحدة على وهذا أمور أسماء العكس هو يعني بعض السجناء كان يروح هو يطلعهم من السجن بسيارته طلعهم ودي لبيته بعض أنا بعرف شخص لدينا أمثلة نزل على أمثلة كثيرة يعني نزل من الديوان مع مرافقه لا هي بدل على إنسانيته مرافق جاري مفلح العطلة أبو علي نعم أخذه معه ونزل بحاله نزل عجل المحطة مش عارف القصة نعم مفلح فات على يعني ضابط رتبة عالية محكوم حكم يمكن إعدام كان بتذكره قلنا افتحوا لي الباب طلع لفوق بلش عند مكتب مدير السجن كان يكتب بالعفو تمام مدير السجن من الذكاء حكى مع مدير الداخلية فلاح باشا المدادحة تعرف القصة فلاح المدادحة الله يعني هيك سمعت عنها بعض نعم فلاح باشا ندر الركاد على السجن نعم سيدنا عم يكتب اجى من وراه نعم قال له سيدي اسمح لي قلمك انت احنا مجلس الوزراء يعني قرار العفو وانت بتصادق عليه الاراده الملكيه ما قال له يا فلاح روح روح ولا قال له انا لا احترم الدستور احترم قرار مجلس الوزراء قال له اعمل المضبوط وهلا انا بوشحه به توقيعي يا إلهي تخيل هذا سيدي نعم وين ممكن هاي والله ولا بدولة ديمقراطية ولا حتى في أمريكا اليوم ولا أمريكا اليوم ما ترامب والله ترامب ممكن يقبل ترامب امبارح متهاوش مع شو اسمه قال لهم لماذا قافلين أنتم خوان مش هيك وحياتك لو ترامب صارت معه الموقف لا يمكن يقبل فيه يعني بحطه بالشيء يمكن احنا ديمقراطية عندنا قبل الانتخابات وقبل كانت موجودة بدلالة عندك كان برنامج اسمه البث المباشر نعم وكان سيدنا الله يرحمه يستمع إليه جيداً جداً ويتصل أي واحد مظلوم كان ينصفه الصبحيات من خلال برنامج البث المباشر كان يتابع هموم المواطن بالضبط يتابع حتى الحليب لحظة بلحظة حتى الحليب على البث المباشر جابوه من ألمانيا جابوه لأطفال يعني أنا أستذكر عشرات يعني عشرات عشرات المواقف لجلالة المرحوم الله يرحمه لأنه إنسان هو إنسان ويحب رأس ماله إنسان ويحب هذا. شعبه نعم انسان حب شعبه من حبه لشعبه عمل كل هالحضاره الموجوده نعم سيدي يعني على مدار سنين مش يوم يومين وثلاث ما حدا كان يتردد يوم يطلب يعني الحسين لمشاريع عامه ما في اردني يتردد اللي اقول لك هذا في المجالات المدنيه الموجوده اذا سمحتوا لي بس بثاني بس اشكر بعض المشاهدين اللي من خلال الفيسبوك بتابعونا وبيشاركوا معنا بإراهم سمير حجازي وتغريد العوامله محمد زغور ميس حدادين أم زيد السرحان أحمد يونس العبادي وباسم بسام قاقيش من أمريكا ففي كلها بتشاهدنا وكلهم بيستمعوا واضح جدا أنه وكلهم يعني بترحموا على جلال سيدنا احنا الله يرحمه في شوي يعني أنه كيف كان يحب العسكرية احنا بس أسف يا باشا يعني أعزائي المشاهدين حلقتنا مش سياسية هي حلقة اليوم نستذكر استذكار بس يعني باني هذا الوطن والإنسان الكبير العظيم الراحل المغفور جلال سيدنا رحمه الله وكان هي دروس إلنا إحنا دروس للمواطن الأردني للشباب والشابات الشباب اللي ما عاصروا هذه مدرسة الحسين خلف مدرسة نعم مدرسة مدرسة أخلاق هذا تاريخ جزء من تاريخ استقامة حب الوطن نعم. هي يعني تقدر تقول ثلثين تاريخ الأردن وفعلا حب الوطن هذا أصبح جزء من شخصية نعم. المواطن الأردني نعم. سيدة يعني أنت المجالات العسكرية صرنا يعني الحمد لله جيش قوي مدرب نعم. عنده إمكانيات هائلة هذا ما انبنى بيوم هذا نعم. على مدار سنوات وكل سلاح حديث كان يجيبه كل تدريب في أي دولة يودي ضباط يتدربوا سواء في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية جهاز الأمن العام نقل نقلة نوعية من الفرس أيام الفرسان
والجمل في قوات البادية الملكية إلى الطائرة. يعني كله موجود، موجود في جهاز الأمن العام وموجود في القوات المسلحة. فيعني نقول الحمد لله اللي حبانا بهذه العائلة الهاشمية التي بذلت الغالي والنفيس حتى تخرج بأردن قوي منيع ضد بالتأكيد. كل بالتأكيد. كل كل التحديات بالتأكيد. ولا يغيب عن بالك دكتور في موضوع يعني مهم جدا تفضل، انه مثلا القضية الفلسطينية سيدنا كان في ما في مناسبة اللي يحكي فيها الله يرحمه، وجلالة سيدنا الله يطول عمره كمان يكمل الدور جده استشهد على باب الأقصى. على باب الأقصى. طيب بالحديث عن القدس والباب يعني هذا الموضوع الهام، انا كنت اعلم انك كنت تذهب مع سيدنا على القدس. نعم، احكي لنا عن هيك رحلاتكم وزياراتكم. هلا احنا يمكن في القسم الرياضي نقول انا اليوم انا والباشا يعني قاعدين من حاورك يعني هو في ستينات نعم كنا دائما احنا موضوع سباق الرمان، بس بعدين قال حمدي لازم نعمل رالي للاردن، خلينا نعرف الشباب. هو مش موضوع السباق، فكرونا السباق، انا بدي اعرف شبابنا. كان متطور جدا سيدنا. بدنا نتعرف شباب على الاردن. فاحنا كنا نروح مثلا اطلع من عم بعد مادبا، طريق الصحراوي ما كان موجود، عذيبان ومذيبان. عذيبان اللي هو طريق الملوك، جرف الدراويش، القطراني، معان، الشمال دبين وعبين وكلها على الضفة الغربية كلها على القدس. فكان هو فكرته انه الشباب اللي طالعين كلها سيارات، يعني سيارات العادية، ما عادش احنا مش انه سيارة مكلفة. يقول لك انه والله ما كانت موضوع رياضة، بخلنا ما بدي اعرف الاردن شو بحاجة الاردن لخدمات، لانه يوم يطلع على معان وما نلاقي فيه مثلا كهرباء ما ينام هذيك الليلة، بدي لاقي طريقة. يطلع على قرية ما لا فيها مثلا مركز صحي. كنت مي. تروحوا لحالكم؟ حجي؟ لحالكم بدون بدون حرس؟ بدون هو اصلا هذه ليلة هاي هواية، الحرس يقول لهم خلينا هواية يطلع لحاله. هذه الهواية بالليل، يعني احنا 11 12 بالليل ماشيين بقرى بعيدة في الجنوب مثلا، ولا في هالدومري على رأيه. بجد بجد يعني بدون أي تنسيق أمني ولا في تنسيق أمني. والله أحكي لك قصة مدام هيك ولو هي مسحة. كان الدرك الساعة يعني كل باشا بيعرف الدرك كان جندي واقف على باروته. إحنا ماشيين شو الفرسان لا لا دكتور هاي يعني خلينا مقاطعة بالله. كان الدرك الموجود حاليا كان درك بالأردن غير درك مادبا. يسمون الفرسان؟ كان درك مادبا، درك إربد، درك أيوة. درك أيوة. الكرك جميل. كان عندهم فرسان وكانوا يعملوا كما الدرك في 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 دول ثانيه الان موجودين، يقوموا مقام الشرطه في في اتخاذ الاجراءات الغربيه في اتخاذ بالضبط يتخذوا الاجراءات القانونيه زيه زي المركز الامني بالضبط. فالان يعني الدرك الموجود اعتقد انه في يعني في من هذا المجال راح يكون مستقبل الجندرمان الفرنسي أيوة بالضبط اللي هي خارج قصبه المدينه يعملوا اللي هو هذه بده يحتاج الى 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 ما في سيارات، كان فرسان يطلعوا. لا فرسان جميل. طيب باشا اسعفنا بمعلومات رهيبه جدا. تفضل. احنا ذكر مشان الرالي كان مع سياره واحده، بس منبههم انه بتعرف الرالي في موضوع الوقت والسرعه والزمن، فبقول له اذا اي سياره بدها تتجاوزني ابعدوا عنها، يعني بده يتجاوزك، فانا اتجاوزه غير يتجاوزه. فالنهار كنا جايين بالليل مش بمنطقة ولا ما عارف بعد الطفيلة وين، كان الدرك مفروض يكون واقفين الشباب كل مثلا 200-300 متر هذا. فأنا الله يسهل عليه الباشا عبد الهادي باشا عبد الهادي باشا مع أخو عبد الحي عبد الهاجي باشا الملاح لأخو عبد الحي، شو بقول لي خلينا نعملنا مسحة مع سيدنا بالليل. شو بدك؟ قال أنا هسا بمشي قدامك، سيارته كانت سكنية زي سيارة سيدنا الحرس زي الحرس، وانت سيارتك انا كنت مع فريق سيدنا، انا كل رالي بدك تعمل فريق من 3 سيارات، انا كنت مع سيدنا فريق الملكي. قال لي مشيك احنا ونضرب لك دمور الخضر وامشي. احنا والله انا مش ببالي هيك، يوم مشيت انا الجنود يؤدوا التحيه بالليل ما حدا شايف مين فيه، وطلعت انا بالمرايه وجندي حمل زم البندقيه تبع روى. وصلنا احنا على التشيك بوينت، اجى سيدنا بدنا نطمنا كيفك ان شاء الله، يعني قال يا جماعه ولا جندي. مع الامير رعد هو ملاحه، قلت شو قال لي حمدي والله هذا جندي
أنا خبر فيها في درك في درك هاي دوريات والله يا سيدي هاي غريمك أخذها قال هات سيجارة مثلاً بأخذها بكل مرة إشي مش معقول مش معقول يعني غصبا عنك بدك تعبده بعد رب العالمين والله مش معقول يا الله يا الله رحمة الله عليه الله يرحمه أنا للأسف تبقى لدينا دقيقتين يعني باشا بدقيقة ماذا تقول يعني بهذا نقول رحمة الله على رحمة الله على الحسين الباني وأدخله في فسيح جنانه وربنا عوضنا بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين نعم صحيح الذي يعمل ليل النهار لأجل رفعة الوطن والمواطنين نعم شكرا الحسين رفيق الحسين يعني أنا بالنسبة لي يمكن كل يومين ثلاثة أكيد كل يوم صورته أمامي كل يوم بحكي معه حتى على الصورة أقول الله طيب يرحمه طيب ترى ترك لنا إرث كبير من رصيد كبير من المحبة عربيا دوليا وعائلة هاشمية تحمي هذا البلد ونحن حماة هذا البلد مع هذه العائلة بقيادة الملك عبد الله الثاني الله يطول عمره ويبارك له بحياته الله يسلمك الله يسلمك يعني بدي أشكرك حجي وأشكرك باشا على هذا على هذا اللقاء الرائع جدا هو لقاء المحبة اللي بجمعنا حول ذكريات هذا الوطن الجميل وأهم ذكرى هي ذكرى رحيل الحسين رحمه الله ولكن ربنا عوضنا بجلالة سيدنا الله يعطيه الصحة والسلام ويطول بعمره ويقويه ونحن دائما نشد على يد سيدنا ونقول له امضي ونحن معك وكل الشعب الأردني معك كل المحبة مني أنا رعاية قاقيش وإلى اللقاء